السلام عليكم، معكم طلال نقار، متابع الكورس الأخلاق الطبية. معنا ضيف مميز جديد بهذه الحلقة. ببدأ بترحيب بالدكتور باسل طراب، ضيف الدائم، أستاذ الأخلاق الطبية بجامعة بوسطن وجامعة هارفارد. ضيفنا اليوم هو الدكتور ياسر خزندار. دكتور ياسر خزندار هو عمي ضيفنا من فرنسا، يحكينا عن التجربة الفرنسية بقضايا الأخلاق الطبية. دكتور ياسر خزندار هو أخصائي بأمراض الشيوخ، هو مدير مركز التنسيق الطبي للحالات المعقدة بشمال غرب باريس. دكتور ياسر أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم، شكرا كثير لكم على باسل الدعوة. كيفك؟ طمني عنك. يا هلا يا هلا دكتور طلال، يا هلا. طيب ياسر، خليني أبدأ معك بالتعريف بتخصصك. حقيقة كنا عم نحكي قبل ما نسجل عن تخصصك، لأنه فعلا شغلة خليني أقول متفردة، ربما حتى بأمريكا ما بنشوفها بالشكل اللي وصفت لنا إياه. فلو تحكي لنا عن تخصصك، كونك بأمراض الشيوخ بداية وعندك منصب أو مهنة أو مركز إداري، ربما لو تحكي لنا عنه، شو هو بالضبط، شو معنى مركز التنسيق الطبي للحالات المعقدة؟ شكرا لك. اي لكن انا مثل ما قلت، انا عامل اختصاص امراض مسنين، بعد اختصاص امراض داخليه في فرنسا، وصار لي 6 سنوات عم مشرف على بناء وعمل مركز التنسيق للحالات الصعبه بشمال غرب باريس، يعني اسمه 3 دائرات من باريس: الدائره الثامنه والدائره السابعه عشر والدائره الثامنه عشر. هن أحياء تتميز بأن فيها تفاوت كثير اجتماعيا، فيها أحياء فقيرة وأحياء غنية، ويعمل هذا الشيء بيعطي خصوصية للعمل اللي عم اشتغله، اللي هو نحن بندخل بعلاقة مع الجهات الاجتماعية اللي بتعمل على نفس المناطق، ومع المشافي اللي بتخدم هالمناطق، ومع كل الأطباء العامين، الطب مثل الفاميلي ميديسن يعني، والجنرال primary care. براكتيشن يلي بيشتغلوا بنفس المنطقة. والهدف هو إنه بنروح بحال حدا استدعانا لحالة صعبة بالمنزل، نعمل تقييم كامل وشامل طبي واجتماعي ونفسي للحالة، عن طريق زيارات ممكن تاخذ مدة مثلا ساعة، ساعة ونص من الوقت في المنزل، حيث نعمل تقييم كامل للحالة اللي استدعينا لها. وغالبا فانت هالحالات اشخاص ببيوتهم قاعدين، وانتم بتروحوا على البيت بتقيموا الحاله وبتشوفوا اذا كان في اجراءات معينه لازم تتخذوها من ناحيه الاشراف على العلاج بالبيت مش بالمشفى، صحيح؟ لا أبدا، هي غالبا إذا إجانا يا بيجينا من المشفى الطلب، بيكون مريض مثلا دخل لحالة إسعاف على قسم الأمراض المسنين، بعد نهاية علاجه قرر إنه هو يرجع للبيت. في خصوصية بفرنسا إنه معظم المسنين يرغبون بأنه ينهوا حياتهم في بيوتهم، ما يدخلوا على دور مسنين. دور المسنين هي خيار جدا نادر يعني، يعتبر عند المسنين، فحتى لو بحالات فقد الحركة الكبير يعني، أو الحالات الحاجة إلى دعم مستمر يوميا. فمنروح نقيم الحاجة اليومية، عدد ساعات الخدمة المطلوبة، التمريض المطلوب، إذا في حاجة لوصاية قانونية مثلا بحالة عدم وجود عائلة، ووجود اضطرابات من عتاهة الشيخية مثلا، أو نعمل تقييم كمان إذا في حالات نقص موارد، بحيث نساعد الرجل أو المرأة المسنة على أنه يكون كل ما يحتاج إليه بحيث يستطيع البقاء في منزله يعني. يعني سؤال، انت ممكن بعد ما تخلص الزياره تعمل توصيه انه هذا الشخص بحاجه لزياره يوميه او اسبوعيه مثلا من ممرضه او طبيب، في هيك شيء ولا هذا ايه بتعملوه طبعا، انتم؟ نحن هلا ما في زيارات طبيه يوميه، مستحيل، هذا الوضع كثير مكلف، اسبوعيه لانه مثلا؟ ولا حتى اسبوعيه، بس في تمريض. ايه، لانه تمريض زياره الممرضه بالبيت مغطايه بالتامين الصحي الفرنسي، وزياره اللي بسموها مثل المساعدة الطبية، ما هي ممرضة، اللي assistant. بتساعد مثلا على مثلا المشتريات أو تنظيف المنزل أو هيك، هدول مغطيين بدرجة ما بمساعدات اجتماعية، بتجي
من جهة أخرى يعني في عنا الدولة إلى موردين، إلى قدرة على تساعد الشعب بطريقين، إما عن طريق التنظيم التأمين الصحي، أو إما عن طريق الخدمات الاجتماعية. فقد بيكون المسنين غالبا بيستفادوا من الجهتين يعني. ف بس يعني هي بالنهاية حتكون زيارات أسبوعية من شخص بعتوه أنتو، ربما ممرضة، ربما مساعدة صحية مثل ما عم بتقول، بتساعد المسن باختيار أدويته، بأنه ما ياخذ الجرعات الغلط. أنا هيك عم تماما بتخيل، ولا أنا ولا تماما أنا تماما تماما يعني عمليا مثل كأنه هو بدار مسنين بس في بيته، بيكون أحسن الأحوال في 3 أو 4 مرور يعني، بنسميهم زيارات. دوريات نقدر نسميهم على باليوم، بحيث يغطوا بشكل ما على الأقل الوجبات الثلاثة والأدوية يعني. جميل، يعني ممكن للشخص اللي جاي من طرفكم يساعد بالأدوية، يساعد بالطبخ مثل ما قلت، يساعد نحن بندخلهم، نحن كمركز ما بنقوم لا بالوصف ولا بتقديم الخدمات العلاجية، نحن بنساعد بوضع الخطة تنسيق. جميل، يعني والتنسيق مع المراكز اللي بتشتغل على نفس الدائرة يعني، على نفس المنطقة الجغرافية. باسل، نحن بأمريكا عندنا هذا النظام. ترى أنا كطبيب يعني بعرف إنه بعد ما نخرج بعض المرضى بحاجة لبعضهم، مثلا مضادات حيوية بالبيت، في بعضهم بحاجة لممرضة تمر عليهم أسبوعية مشان تعمل أدوية أو تأكد من اختيار الأدوية الصحيح. فأنتم حتى بولايتكم أظن في هيك شيء، فينك تشاركنا بالتجربة الأمريكية باسل؟ نعم، مثل ما تفضلت طلال انه هو الموضوع بيختلف حسب الولاية. انا بحكي لك عن ولايتي هلا بشكل عام. كمان عندك 3 طرق، فهلا عندك اول شيء طريق التأمين الصحي، لانه غالبية الناس بيكونوا متغطين عبر طريق التأمين الصحي. فالتأمين الصحي احيانا بيساعد انه او بفضل انه نحن نقدم رعايه ضمن المنزل، لانه بتكون ارخص لهم يعني، فهن ما بيضطروا يدفعوا نفس التكاليف. هلا بالنسبه للحكومات، عندك هون بامريكا لازم نفرق بين الحكومه الفدراليه وحكومه الولايه. الحكومه الفدراليه ما في على حد علمي انه برامج بتدعم بهذا الشيء، وان كانوا بيدعموا بالتمويل للولايات. هلا الولايات، بعض الولايات عندهم برامج بتقول لك انه نعم نحن ممكن برامج مخصصة مشان نساعد على زيارة المرضى بالمنازل، ولكن اللي أنا من تجربتي هي المراكز الصحية الكبيرة. هلأ هو مثلا عندي ولاية ماساتشوستس، أنا بعرف أنه مستشفى ماساتشوستس جنرال هوسبيتال عندهم برنامج للرعاية في المنزل، فبيكونوا فريق متخصص من المستشفى بيروحوا بيزوروا المرضى وبيقيموهم وبيعالجوهم. هلا هذا شيء منفصل عن التمريض، والبعض مثلا فقط مثلا بدهم ياخذوا منهم مثلا سحب دم، او بدهم يتاكدوا مثلا انهم عم ياخذوا ادويتهم، هي كمان في لها شيء مختلف. ولكن في بعض البرامج احيانا الطبيب نفسه بيروح. هلا بعرف انا انه مستشفى بوسطن تشيلدرنز اللي هو مستشفى الاطفال، من حوالي 3 سنين تقريبا او 4 سنين انشاوا هي عفوا انشاوا هي العياده، بحيث انه طبيب وراعيه اجتماعيه او موظفه اجتماعيه وممرضه ومساعده طبيه بيروحوا بيشوفوا مرضى مخصصين. الهدف من هذا الشيء اول شيء انه يطمنوا على المريض ببيته، وثاني شيء انه يمنعوا زياره المريض للمستشفى او يحدوا منه. وخاصه مثلا في بعض الاطفال، نشات الفكره عند الاطفال بهذا المستشفى، هذا البرنامج بالذات، اللي هن عندهم نقص مناعه شديد، فبيحاولوا يتجنبوا يجيبوهم على المستشفى بيعملوا زراعه نقيع عظام او كذا، فكان الافضل نحن نزورهم بالبيت. بمستشفي انا بمستشفي وجامعتي البرنامج فتح تقريبا من حوالي 6 اشهر فقط يعني، فهي موضة جديدة، عم مو موضة جديدة يعني، ولكن إنه ترند جديد يعني، عم يكتمل بشكل أكبر هلا بأمريكا. طبعا طبعا، هون بالغرب عموما دائما الفلوس هي الدافع حقيقه. هلا بيهمنا نحن نحافظ على صحه المرضى، بس بالنهايه انت لما عم المريض بيكون شيء اسمه تحسين حاله عامه، انت عالجت له الحاله الحاده ودخل على المشفى لسبب معين ومرقت الحاله الحاده، هو حاليا فقط بحاجه لكم يوم دعم بنسميه، او انه يتحسن. الافضل ربما يقضيهم ببيته، ما يقضيهم بالمشفى. فهذا هي كل الفكره. فانت بالزيارات المنزليه عم تمنع القبولات للمشافي اللي ما لها طعمه، عم تحسن حاله المريض، عم تخليه ما يخربط بالادويه. فهي بالنهايه فيها فائده اقتصاديه، وبالنهايه فائده صحيه كبيره حقيقه، لانه العلاج بالبيت افضل من علاج بالمشفى للحالات الكرونيك بنسميها، لانه المشفى بالنهايه فيه الانتانات، فيه كذا. فهي فكره جميله جدا، هي ربما عندنا موجوده نوعا ما بفرنسا، ربما متطور اكثر، انه نظام مركزي اكثر باوروبا. فعسى ولعل ان شاء الله بيوم من الايام ببلادنا، ربما بسوريا ان شاء الله، يكون هذا النظام موجود، وبالتالي المرضى يتجنبوا قبولات المشفى اللي ما لها داعي، او نقصر قبولات المشفى اللي ما لها داعي. طيب برجع لك اخينا ياسر،
انت عم تتعامل مع الحالات اللي هن اصلا مسنين وربما عندهم اوضاع اجتماعيه صعبه، فهذا عم يخليك انه انت تتعامل بشكل او باخر يوميا مع قضايا اخلاقيه، غلطان انا ولا صحيح؟ مضبوط مضبوط جدا. نحن الحقيقة من خلال هال6 سنوات كان شكل واضح انه احد صعوبات التعامل مع هالحالات هو وجود الحاجة الى اخذ قرارات متناقضة ومختلفة من حالة لحالة بحسب، وغالبا تسبب أزمة أخلاقية للشخص الذي بده مضطر ياخذها، بحيث انه بصير في نوع من انه مو علي هي المسؤوليه، خليها لحدا تاني، بكي غيري بقرر شو الافضل، لانه في بيكون تناقض بين حاجه المريض والقدره التامين، نظام التامين على التامين هالحاجه في المنزل، وبين متطلبات مختلفة اجتماعية، العلاقة مثلا بدار السكن نفسه، بالجيران الموجودين في البناية، كونه في اضطرابات بتصيب المسنين ممكن تكون اضطرابات مزمنة جدا وغير قابلة للشفاء، فبصير في تساؤل حول مغزى من بقاء الشخص بداره يعني، تقديم العلاجات لإطالة الحياة بدون كواليتي، خلينا نقول يعني كوانتيتي فيرسس تمام. كواليتي. أنت لما قلت لي إنه مو علي إنه الطبيب أو الشخص المسؤول، ذكرتي بمين؟ ذكرتي بعامل السكة بمعضلة القطار. الشخص اللي بيقول إنه أنا ما بدي أقرب على السويتش، اللي هو يا بده يقتل 5 يا يقتل 1. طيب أنت إذا ما بدك تاخذ هذا القرار، لا تشتغل عامل سكة، روح اشتغل موظف تذاكر. بالنهاية الطبيب اللي هو بموقع المسؤولية أو العامل الصحي، بغض النظر شو البوزيشن تبعه، هو اختار هذا المكان، فهو لازم يتحمل المسؤولية. ما نو قادر نفسيا، ما نو قادر جسديا ذهنيا، الأفضل يتركها لشخص، لا يقول يهرب منها، يتركها لشخص قادر يعمل هذا القرار، صحيح ولا لا؟ وإذا ما نو قادر يدرب حاله. مضبوط، هو أهم شيء إنه الناس يكون عندها قدرة، إنه يعني عندها وصول لتعليم يساعد بهالموضوع، يعني دورات تدريبية وهذا، لأنه صعب واحد يستبق إنه شو المواقف اللي راح يعيشها قبل ما يختار مهنته، خصوصا من مهن مثل مهن اللي هذول المهن اللي بتدخل بالبيوت، هي مهن إجمالا يعني رواتبها ما عالية، مهن مو مرغوبة يعني، فيها هلأ نقص كتير بالموارد، فبيتفاجئوا الأشخاص بالحالات اللي راح يعيشوها يوميا يعني. جميل. فالفكره مره ثانيه، انت غايه الكورس كله تبعنا حقيقه هو تعليمي، هو تعليم الاطباء الجدد خاصه اللي هن هلا عم يتخرجوا، ما أخ يعني، وخاصه احنا للاسف في المناهج التعليميه بكليتنا ما عم يتغطى هذا الموضوع بالشكل الامثل. ربما كان على ايامي ما كان متغطي بشكل جيد، ما بعرف اذا انا وياك درسنا بنفس الدفعات، ما كان هالتغطيه الجيده لموضوع الاخلاق الطبيه، وما في تدريب جوا الاقامه حقيقه. خلال التدريب للاسف نكون صريحين، معدوم هذا التدريب. فهذا هون غاية الكورس، وان شاء الله يا رب نحن عم حجر، خلينا نقول عم نحط حجر بهذا الطريق، وعسى ولعل في ناس تستفيد منه ان شاء الله. حقيقة يعني بتصور مو بس سوريا، يعني حتى عم نكتشف انه هلا حاليا بفرنسا من جديد بلشوا يتقبلوا موضوع انه يعني قانون ما يعتبر قانون قديم، قانون 2002 اللي قرر انه لازم يكون المريض له دور بقراره. عرفت شلون؟ يعني انه كان الطب لل 2002 تقريبا بفرنسا مثل ما بتقولوا طب ابوي، يعني انه مثلا الطبيب رزق. هو صاحب القرار والمريض بيلحق، ما نفذ ثم اعترض. سامعني يا بينما باسل؟ من 2002 تقريبا صار انه خلص لازم ينحط القرار، بينبنى بشكل مشترك بيقولوه مع المريض. سمعان يا باسل، بفرنسا لهل ل 20 سنة من قبل كانوا باترناليزم، فنحن سوريا يعني ما متأخرين كثير. لا عشان هيك يعني، لأنه خصوصا من يعني نظام يعني تدريس الطب السوري كتير معظمه من مدارس أوروبية أكثر من مدارس أمريكية، فبتصور إنه جميل. فهو حاليا الطب الحديث هو الشير ديسيجن، زي ما قلت، هو القرار المشترك، مش قرار المريض، قرار مشترك. يعني هذه كلمه بياكد عليها باسل كل مره، انه احنا عم نبني قرار مع المريض، عم نشركه بالقرار، ما عم نخليه ياخذ قرار لحاله، عم نشركه بالقرار. تماما هذا هو طيب الشيء. انت عشت المرحله. طيب باسل، عفوا، تعقيب باسل. لا أنا كان بس بدي أقول يعني إحنا الهدف من إنه أحد الأهداف اللي صراحة أنا حابب أوصلها إنه لمستمعينا الأطباء اللي بسوريا،
انه واجبنا نحن نبتعد عن الابويه. راح اذكر انا وصراحه اطبائنا قادرين على هذا الشيء رغم انه احيانا السيستم بيمنع بهذا الشيء. انا هلا بتذكر محادثه خطه مع رئيس جامعه هارفارد الطبيه، لما قال لي لما عرف اني من سوريا قال لي باسل يو هاف فيرست وورلد بروفايدرز ان ا ثيرد وورلد سيستم، فقال لي انتم اطباءكم هن اطباء على المستوى الاول رغم انه هن عم يشتغلوا بسيستم درجه ثالثه دول درجه دول عالم ثالث. معناه انه اطباءنا اذا بدهم يحاربوا الباترناليزم هن قادرين على هذا الشيء حتى وان السيستم منعهم من هذا الشيء. جميل 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 جميل. طيب ياسر، معناتها انت عشت التجربه، انت اظنك طلعت على فرنسا عم تقول من حوالي 20 سنه، يعني بتذكر بالايام الريزدنسي انت بدات السيستم التغيير النظام الفرنسي، خليني اقول اللي هو حاول يشرك ايوه المريض اكثر من 20 سنه، هلا انت عشتها تماما، فانت عايش تمام التجربه، فانت فينك تشاركنا حاليا اول شيء مبادئ الاخلاقيه اللي هي بالطب الفرنسي الحالي، هي نفس المبادئ الاخلاقيه الاربعه، صحيح تمام ولا انا غلطان؟ لا تماما المبادئ الأخلاقية المعتمد عليها هي الأربع مبادئ نفسهم الأخلاقية المعترف فيهم، يعني هن بالنهاية مبادئ أخلاقية، ما هم خاصين بالطب حتى صار صحيح يعني خاصين بكل الأخلاق، اللي هي الاحترام، الأوتونومي، ذاتية القدرة الذاتية والعمل الجيد والابتعاد عن الإساءة والعدالة. والعدل، العدالة تمام، بس ربما هو هي المبادئ العامة خلينا نقول، بس خصوصيات تطبيقها بكل مجتمع تختلف عن المجتمع الآخر، المجتمع الفرنسي تمام أكثر انفتاحا ربما أو علمانية أو ما بعرف شلون بدي أوصلها من المجتمع الأمريكي حقيقة، هلا فربما أنت قلت لي التجربة أن عندكم الأوتونومي ربما دوره أكبر عنكم هلا صار. تماما هلا التجربة الفرنسية الحقيقة بأن تدخل الممارسة الأخلاقية بممارسة طبية يوميا، يعني نقل العمل الأخلاقي السريري، هي تجربة إجمالا كمان مرتبطة بقرار، يعني عمليا بال2002 وطلع هالقانون خلق أول مركز اسمه مركز طب الأخلاق السريري اللي مستوحى من مركز ماكلين تبع شيكاغو. جميل كان أول مركز بباريس، وهون أنا هلا عم يعني عم بنهي شو اسمه التدريب عندهم، المركز الفرنسي اللي هو أول من قرر إنه يخلق استشارة أخلاقية. عمليا هي الاستشارة المركز عنده عدد من الأطباء بيتعامل معهم وعدد من الفلاسفة والحقوقيين والعلماء النفس، جميل فبيروحوا بيعملوا تقييم للحالة وقت بيكون في أي مريض أو مريض أو فريق طبي عم بيقول أنا بحالة هلأ أنه عندي سؤال أخلاقي صعب بدي أطرحه، بيستشيروا هاي الاستشارة، والاستشارة بتعمل تقييم كامل، بتسأل كل الأطراف، وبعدين بيجوا بيقدموه قدام مجلس كبير ممكن يضم حوالي 50 شخص، اللي هن هدول الأشخاص مدربين بهذا المركز، اللي هن يا أطباء يا علماء نفس يا حقوقيين يا صحفيين يا علماء فلاسفة. والقرار اللي بنأخذ بهذا الاجتماع هو اللي بينتقل بعدين للمجلس. فانت فكان هذه المشفى او المركز على مستوى باريس، يعني هذا على كل مستوى باريس المشافي، كل المشافي تبع مثلا عندكم خلينا نقول 10 20 مشفى، لما بصير معضله اخلاقيه مع مريض بيرفعوا تمام. القضيه لهذا المجلس. ايه هلا هذا عشان هيك انت بتخيل اكيد انه ممكن المعضلات الاخلاقيه بتصل لهذا المجلس، كثير اوقات بتنحل وديا بالمركز ما انا نفسه هذا سؤالي، انه بالمشفى تبعكم، المشفى نفسه تمام ما في مجلس اخلاقي او تمام لجنه لا اخلاقيه؟ ما كانت موجودة انه لازم يكون في مثل استشارة محلية دائما تماما اخلاقية. بيكون في ستاف اوقات انه ممكن انه والله نحن شوي ما عم نعرف شو الخيار الاحسن، انه نجمع كذا طبيب مثلا ونفكر سوا، بس هذا الشكل يلي بيضم انه ناس بيمثلوا تخصصين المريض بنفس الوقت، مو بس بيمثلوا الطاقم الصحي جديد. هلا حاليا بلشوا يعني بلشت الحكومه هي تطالب بانه كل مشفى يكون فيها لجنه اخلاقيه مسؤوله عن اقامه استشاره اخلاقيه محليه. بس هذا جميل. الحكي بياخذ وقت. طبعا و هي انت عم تحكي عن 20 سنة تطور، يعني هذا عم يتغير من سنة لسنة. تماما يعني هلا يعني هي عشان هيك
لساته كتير بكير، 20 سنة مو شيء يعني عمليا انت بدك اطباء يتدربوا بالاخلاقيات. هلا تماما. باسل ربما يحكي، لان هو جزء من لجنه الاخلاقيات الطبيه، ربما هو رئيسها. فباسل، شو تجربتك بهذا الموضوع بقول بالمشاكل لك هلا نحن الامريكيه؟ هون، نعم هلا بامريكا صراحه الحكومه ما بتطالب بوجود لجنه اخلاق طبيه في المستشفيات، ولكن في هيئه اسمها الجوينت كوميشن اللي هي هيئه بتقيم جوده المستشفيات وبتعطيها الترخيص، هي اللي فرضت وجود لجنه اخلاق طبيه، او حتى اللغه اللي استعملوها انه وجود شخص خبير بالاخلاق الطبيه في كل مستشفى. حدث صار من حوالي سنة تقريبا لما رجعوا وجددوا القوانين تبعهم أو البوليسيز تبعهم، بالغلط غيروا كلمة إنه هي ما عادت مطلوبة، فقامت الدنيا وما عادت، ورجعوا وعملوا توضيح جديد إنه لا يا أخي نحن ما كان قصدنا هيك، نحن قصدنا بدنا بالإضافة إلى إنه نعتبر إنه الأخلاقيين الطبيين أيضا عم ناخذوا بعين الاعتبار الدي إن آي، هي دايفرستي انكلوجن والإكويتي هالقصص، فوضحوا. ولكن فنحن إذا جويت كوميشن هي طالبة الأخلاق الطبية، وجود لجنة للأخلاق الطبية أو حتى شخص مهتم أو مخصص بالأخلاق الطبية، ولكن ما بيحددوا مين هن الأشخاص وشو لازم يعملوا، طالما هن بهمهم فقط، بهمهم أن يكون المستشفى عنده بروسس واضحة، في حال حصل كونسلتيشن أخلاقية في عندهم بروسس وشخص عم يطبقها ويساعد فيها المستشفيات. هلأ بالنسبة للمدن الكبيرة مثل شيكاغو، بوسطن، نيويورك، هدول كل جامعة أو مركز تعليمي كبير عادة بيكون في له مركز أخلاقي طبي خاص فيه. يعني هلأ مثلا بس بهارفارد نحن عندنا واحد، شو دوره هذا المركز؟ ما له علاقة بالمرضى بحد ذاتهم، صح؟ لا لا لا، هذا عادة بتجي له الحالات الصعبة بهدف النقاش وليس بهدف أخذ القرارات، تمام. وهن عادة مراكز بحثية أكثر من أي شيء آخر، ومراكز لوضع الخبرات مع بعض، يعني بحيث أنه بحط لك كل أخلاقيين طبيين بيعملوا بلاتفورم، هن منصة لكل الأخلاقيين الطبيين يكونوا موجودين عليها مشان يتداولوا القصص ويسووا. احنا عندنا مثلا بقول لك هذا مركزنا بشكل شهري عندنا كل يوم جمعة نوع مخصص من الأخلاق الطبية. أول جمعة بالأسبوع هي الأخلاق الطبية الكلينيكية اللي بيصير فيها أي مستشفى من مستشفيات جامعة هارفارد فيها حالة صعبة أخلاقية بيناقشوها ضمن هذا المجلس، ولكن هذا المجلس غير مشارك للعلن، بيتم فقط ضمن الاخلاقيين الطبيين منضمين لجامعه هارفارد. الجمعه الثانيه مثلا بعدها عندنا اورجنايزيشنال اثكس، الثالثه ريسيرش، اللي بعدها انوفيشن او شيء، هدول بيكونوا مفتوحين للعموم عشان اللي بده يستفيد. جميل. طبعا هي ترتيب المشافي الامريكيه عموما، انه الطبيب السرير اللي عم يعالج المريض على البيت سايد هو اللي بيقرر وبيحاول يوصل لاتفاق مع المريض لما يصير في خلاف. لما بيعجز بيطلب اللجنه الاخلاقيه تبع المشفى نفسه، فاللجنه الاخلاقيه بتساعد باتخاذ القرار، فاذا حلوا الاشكال حلوه. لما بيعجزوا بتطلع للمحكمه مباشره. فثلاث حلقة، ثلاث مستويات، صحيح باسل؟ نعم تماما. وعادة المحكمة يعني في حال الناس مثلا المريض أحيانا فورا بيروح بيرفع دعوة بدون ما يلجأ للجنة الأخلاقية الطبية، عادة المحكمة بترجعون بتقول إنه سووا شوفوا لنا شو لجنة الأخلاق الطبية قررت وبناء عليه نحن ممكن نقيم. فانتوا ياسر، المستويات عندكم الطبيب البيت سايد هو الطبيب السري، هو بياخذ بيحل الاشكال الاخلاقي. عم تقول انه في عندكم على مستوى باريس مثلا العاصمه في عندكم مجلس اخلاقي هو اللي بيحل الحالات. طبعا التوجه ربما مثل ما عم تحكي انه صار في لجنه اخلاقيات بكل مشفى، وبعدها على المحكمه اذا كان في خلاف كبير، صحيح ولا انا غلطان؟ ربما تشرح لنا تماما. اكثر. هلا هو نحن اللجوء للمحاكم كثير نادر بفرنسا اجمالا، جميل. يعني في خوف عند الطاقم الصحي بشكل دائم مستمر انه يا الله بنصير مثل امريكا بكره وصير كل المرضى يرفعوا علينا دعوات. بس بشكل عام في نوع من الثقه موجوده يعني هذا. وعادة هي المشفى نفسها بيكون في عندها مستشارين قانونيين غالبا، يعني بتكون في دعوة بتمر على المستشار القانوني تبع المشفى، وبيحاولوا معظم الأوقات بتنحل بشكل ودي يعني بدون ما يكون في تعويضات. ومعظم الدعوات اللي بتنرفع هي غالبا بتطلع إنه نقص بالتواصل، يعني إنه المريض بيطلع بالأخير الشكوى الأساسية إنه هو ما انعطى معظم المعلومات المتعلقة بتشخيصه وبعلاجه. طبعا انتم عندكم هو هذا النظام بسيط الصحي قائم على انه الدوله بتدفع كل الفلوس، وبالتالي انتم ما عندكم المريض بيدفع من جيبه. ربما هذا تمام. بيأثر شوي على طبيعه ممارسه بغير الثقه كثير، من الدوله. بغير كثير. أول شيء المريض بحس حاله إنه هو بحق له كل شيء. هلا هو ميزة النظام هذا الاجتماعي الصحي الحكومي إنه بحقق العدالة بشكل ما،
معظم المرضى بحق لهم يدخلوا على كل المش او كل المرضى بحق لهم يدخلوا على كل المشافي ما يتامل لهم كل العلاج، بغض النظر عن هل هو عاطل عن العمل ولا هل هو كبير بالعمر ولا هل هو صغير بالعمر. اذا العلاج انديكيتد، اذا العلاج مستطر موصوف بغض النظر عن سعره لازم يتامل. اذا ال طبعا. عندكم الانشورنس او التامين الصحي هو اجباري على الجميع، ما في شخص يقول ما بدي انشورنس او بدي، كله هو لا ما لازم عندي ياخذه، سواء كرنسي، بيشتغل ما بيشتغل. هيك لا بالمانيا على فكره، سواء فرنسي بتشتغل او او لا عندك انشورنس كل واحد فرنسي او معطيه. مقيم بشكل شرعي على الارض الفرنسيه او مقيم بشكل غير قانوني على الارض الفرنسيه فهو مغطى بالتامين الصحي بمعدل 60% على الاقل من نفقاته. ال 40% معظم الناس الفرنسيين اللي بيشتغلوا او حتى العاطلين عن العمل بحق لهم انه يطلبوا تامين خاص بكفي ال 40%. بس اذا كان عندك امراض معينه، مثلا اذا كان في سرطان، المراه الحامل حول الولاده، الامراض الدكتور الكلوي العصبيه المزمنه، هدول بيصير تامينهم الصحي الحكومي 100%. جميل. فانتم مره ثانيه التامين الصحي كون المريض مغطى تقريبا فبيسهل، ربما بيساوي ثقه اعلى، مزبوط ولا انا غلطان؟ بالعكس الثقة ما بعرف إذا بيأثر على الثقة، بس بحس إنه بشكل أساسي بيخلي المريض إنه يعتبر إنه هو من حقه يطلب. يعني شو؟ إنه أنا ما في سبب إني أنحرم من أي شيء. والطبيب هلأ تغيرت الأمور بعد الكوفيد، بكل الأغاني تغيرت، مثل يعني فرنسا مثل غيرها، بلشوا الأطباء يحسبوا نفقاتهم. من زمان ما كانوا يحسبوا نفقات الطبيب. جميل. حتى ال فهذا بياخذنا مبدأ العدالة، انه انت عندك صار مبلغ محدد بدك تماما تحاول تخدم اكبر قدر ممكن، تماما ما حتصرف كل نفقاتك على تماما مريض واحد، فربما تماما تصرف بدك تحجب الخدمة عن بعض المرضى المزمنين مقابل تماما تقدمها لعدد اكبر، فهذا صار يخلق المشاكل الاخلاقية، ولا انا هذا غلطان؟ خلق مشاكل حقيقية عند الأطباء. الجيل الحالي معاني منها. أحد المشاكل الكبيرة اجتنا هي المشافي غيرت نظام الحساب تبعها. المشفى مثلا كانت تحاسب انه على المريض انه بالليلة تدفع للمشفى، والمشفى بآخر السنة يعني بتقول انا عندي هيك مرضى، هيك عدد أسرة، وهيك عدد ناس، يعني عدد ليالي، فبتاخذ المبلغ نفسه تقريبا من الحكومة، والمشفى بتطلع بشكل متوازن. هلا صارت الحكومة تقول لهم لا أنا ما بدي أعطيكم، بدكم تثبتوا لي إنه أنتم عم تشتغلوا منيح، فصارت تعطيهم تسعيرة. مثلا جميل. إنه مريض المريض اللي عامل حادث وعائي دماغي بيعتبروا إنه هذا المريض لازم يدخل على المستشفى خلال 10 أيام، لازم يكون يتحول يا على مركز نقاهة يا يرجع على بيته. إذا قاعد عندك أكثر من 10 أيام ما بالمستشفى عاد بصير يغطي أنت بتدفع التأمين. من جيبتك، كثير المشفى بتدفع من جيبتها، الا هذا اذا صحيح. بررت انه هو محتاج يضل اكثر من 10 ايام. وهذا الحكي مزعج كثير، لانه الاطباء هن اللي بالخط الاول اللي لازم يبرروا بشكل مستمر. أسيب. فدائما هذا عمل حركه كبير، يعني انزعاج شديد عند الاطباء، بحيث انه المشافي الحكوميه عم تعاني من التوظيف هلا حاليا. انه ما عاد يعين، انا بقول لك ليش، من التجربه الامريكيه، ما انا عم بشتغل مشافي امريكيه، انه ما عاد هيك تنقع المريض 10 ايام بالمشفى دون مبرر، بده يكون في سبب طبي لبقائه بالمشفى. عندنا هون اذا انت بدك تقبل مريض للمشفى لازم تاخذ ابروفل من التامين، التامين بيطلع على كرايتيريا ليش مدخله على المشفى، بده يعمل عمليه فبتعطيك ابروفل لثلاث ايام، هي عمليه توقعات ثلاث ايام، قعد اكثر من ثلاث ايام بدك تثبت له انه هو بحاجه ليومين اضافيات، فكل يوم بيومه لازم التامين يقبله، فانت اذا ما في سبب مبرر من التامين حيلحقك، حيطلع عنده شو عم تعمل انت؟ ما في شيء اسمه والله نايم بالمشفى هيك للشاي والقهوه، ما عندنا هذا تمام. الشيء ابدا. بتخيل نعم انه عندكم اسال كثير، بس نحن كونه انه هو نقله نوعيه كانت بالتعامل الفرنسي بين نظام كان كثير كريم خذوا مثل ما وبين بدكم. هلا بلش يشد الحنفيه، ما تعودوا لسه الاطباء على الموضوع. بس هلا حاليا تغيرت شوي، بحسوا انه هن يعني الجيل الجديد بتحسه اللي عم يتدرب عم يفكر بهالهاجس الموجود. يعني نعم. صار عندك هلا صراحة دكتور ياسر اللي عم تحكيه، نحن موجود عندنا كمان هون بأمريكا ضمن النظام الدفع الحكومي، هلا ميديكال وميديكير، يعني هدول عندنا صراحة نفس الشيء كمان. هن أول شيء كانوا أول ما بلشوا كان كمان إنه الدفع على المفتوح، بعدين هلا شوي شوي صار الدفع على التشخيص والدفع على الفترة الزمنية، وبيقول لك أنت أساساً
مثل ما قال طلال، يعني عطى المثال انه مثلا هذا المريض خلال 3 ايام لازم يطلع. هلا حتى المسافه الخاصه اللي هي اساسا ما بتاخذ تمويل حكومي، ما بتاخذ دفع حكومي او شيء، كمان صار يعملوا هذا الشيء. هلا النظام، هلا ميزته او عيب يمكن النظام الامريكي، انه في عندك عده طرق للدفع، بتاثر كثير صراحه على جوده الرعايه الطبيه. هلا في صار عندك مثلا شيء اسمه بندل بيمنت، هي خاصه مثلا معروفين فيها اطباء القلبيه، لانه مثلا بيقول لك نحن اخي ناخذ هالعمليه كلياتها، مثلا قسطره او قلب مفتوح او شيء، نحن مثلا بدنا ناخذ عليها 50,000 دولار، مش مقطوعة قد ما المستشفى قعده مقطوعه، شو ما اجى حواليها، شو ما تشمل كذا، سواء القسطرة المريض تشمل ستين تشمل كل شيء، انت اعمل دكتور بدك لحالك. اياه، دخل المريض بغيبوبه قاعد عندك 6 شهور، بتطلع من كيس المستشفى، خلصته بنص ساعه وطالعته المكسب معك. فوين صار المشكله؟ انه صار تاثر على الكواليتي، انه صار في عندك دفع شديد باتجاه تخريج المستشفى بشكل سريع. صحيح. وبنفس الوقت نحن هلا بالطرف الاخر منا، لما بيكون في عندنا نحن مثلا التامين الخاص، لما المريض مثلا بيوصل على الديدكتبل تبعه او اللي هو انتهى من دفع مصاريفه، صار ما عاد بده يطلع من المستشفى، صار بده يقعد كل اكل شارب نايم بالمستشفى. ليش؟ لانه خلاص طلبوا دفع اللي عليه. طبعا هي النقطة الأخلاقية شو بتفيد أخي نباس وأخي ياسر، كون نحن عم نحكي بالموضوع الأخلاقيات، إنه أنت لما يكون في عندك مبلغ محدد ثروة مثل ما بيقولوا، هي ما هي مفتوحة، ما هو شيك مفتوح. العدالة هون بدك تعرف شلون تصرف الفلوس اللي معك. أنت ما صح، فينك تقدم الخدمة الطبية لجميع المرضى بنفس قيمة، حكيناها كثير بمعضلة القطار، ربما الناس ما قدرت تستوعب، بعض الناس انه انا ما في، انا عندي اماكن محددة بالمشفى، عندي 10 أسرة منافس مثلا، انا عندي عناية مركزة فيها 10 أسرة، في عندي أي، ما فيني اقدمها للجميع، وخاصة بأزمة كوفيد ظهر بشكل حقيقي هذا الموضوع. تماما. فأنتم بفرنسا كيف الأريحية، خليني أسألك لأنه المجتمع الفرنسي ربما له خصوصية، كل مجتمع له خصوصية مختلفة عن الثانية، كيف أريحية المريض الفرنسي أو العوائل الفرنسية بتقبل أنه الطبيب يقول له أنه أنا ما عاد أقدر أقدم أكثر من هيك، نحن لازم ننهي علاجات لأنه صار فيوتايل كير، مبدأ الفيوتايل كير ربما هو اللي بيحكم هذا الموضوع. فشو شو تعقيبك أو شو هي خبرتك من التعامل مع، خاصة عن التعامل مع أنت مع مرضى ربما هن أكثر ناس معرضين لهالموضوع، أنه نحن نوصل لمرحلة اسمها فيوتايل كير؟ هلا اجمالا، اجمالا المريض بيتقبل القرار اللي بيجي بهالشكل هذا، اجمالا ما بيعترض عليه. يعني هذا نوع من انه خلاص نحن بنعرف انه مغطيين تامين صحي حكومي، فبيفهموا انه القرار مو من مستوى الطب الاطباء، يعني انه اي قرار ممكن يكون فيه غير جائر ما بيلوموا الطبيب، ما بيلوموا الطاقم الطبي مباشرة عليه، غالبا بيلوموا الحكومة بشكل مباشر، بشكل غير مباشر، بس ما يعني قليل ما انه يكون هي سبب الخلاف. بس للأسف اليوم في أشخاص مثلا اللي ما عندهم القدرة هن يطالبوا بحقوقهم ممكن ينهضموا. مثلا مريض مسن عنده عتاهة أزهايمر مثلا، وقع، اتصلوا بالإسعاف، جابته على المستشفى. هالشخص ما بيقدر يعبر مثلا هو وين ساكن، قد تاريخ الحالي ولا هذا. فإذا تقيم بسرعة، بيتقيم بسرعة بالإسعاف، إذا تقيم إنه مثلا ما في سبب للقبول، غالبا راح يكون بس إنه هل ما في كسر، يعني عمليا مو إنه ما في سبب نعم للقبول، نعم ما في كسر، بيتحول على البيت. وممكن هاي الحالة مزعجة سيئة، لأنه هذا الشخص اللي وقع غالبا مو مشكلته بس الكسر، ممكن بعد الوقعة أول شيء بده يعرف ليش وقع، ممكن يكون في سبب تاني وراها، ممكن يكون في التهاب، ممكن في التهاب بولي أوقات غير واضح، طبعا ممكن هو ما يكون معه مرافق، هو لحاله اجى على تماما. المستشفى إذا هون. ما معه مرافق يقول إنه هذا صار له مثلا كذا يوم عم يقع، بيتحول على ممكن البيت. بعد ينظلم. الوقت بعد الوقعة كثير من المسنين ما بيقدروا يرجعوا يمشوا، إذا ما تأخذوا معالجة فيزيائية بشكل مباشر بيصير عندهم خلاص فقدان للقدرة على المشي. فكمان هي إنه مشكلة كبيرة، يعني هي للأسف هي ضحية. أنا برأيي هي أكبر مشكلة اليوم حاليا بسبب نقص الموارد الطبية، بسبب أنه من وقت ما صار الكوفيد ترك كثير ممرضات وأطباء المشافي الحكومية، فاضطرت تنقص عدد الأسرة، فصار في عندنا نقص بالموارد. وبعدين هذا المريض المسن اللي هو مشكلته بالنهاية إعادة تأهيل فيزيائي، هذا مريض بياخذ وقت بالمستشفى وماله كثير مجدي ماديا، فبدون تفكير
للأسف بينهضم حقه يعني طيب بس انت دورك كمركز تنسيق، حكيت انه انت هل انت عمليا هدول المرضى لهي النوعيه انت بتحاول ترجع العداله له، انه ممكن لا هدول انظلموا، او انك ترجع انه هذا دورك، صح ولا انا غلطان؟ تماما. نحن المرضى يلي بنحاول انه نلاقي الطريق مختلف، يعني مثلا بحال انه لقينا انه هو محتاج لمستشفى، انه ما ممكن ينعمل بدون مشفى، بنعود بنحاول نلاقي طريقه انه ما يمرق عن طريق قسم الاسعاف، يعني ما يمرق بالفلتر، ونلاقي أسف. السرير بالمشفى المناسب راسا، تمام. او ندخل المعالج الفيزيائي على البيت ونحاول ننسق البيت، مثلا لنفرض انه السرير الموجود هو سرير عادي، فبنبدل السرير بسرير طبي قابل للارتفاع والتنزيل والوضعية. إذا في حاجة مثلا أنه الشخص الحمام بعيد، إذا في حاجة لكرسي حمام ممكن يكون جنبه، يعني هالتقييم كله هذا بنعمله، وهو تماما عمليا نحن بنحاول يعني نصحح نقص القطاع تمام، الصحي بطريقة مخنية بشكل آخر يعني. انت عمليا عم تحاول تصحح العداله بهذه هي المجموعه من الناس او المرضى اللي هن فراجل بيسمون، او الهشين الهشاشه، اللي هو شخص ما له مريض انه بحاجه مشفى، بس هو كثير هش لدرجه انه ممكن تمام بحاجه كثير، يعني حساس صراحه. تمام بس ربما حكينا كثير بهالموضوع، لانه في شويه بياس ضد هدول المجموعه من المرضى، صحيح ولا انا غلطان؟ صحيح انه كونه صحيح كبير بالعمر. نعم، راح احكي عن هذا الموضوع، ولكن ياسر اللي انت دكتور ياسر اللي عم تقوله انت صراحة هو تطبيق الاخلاق الطبية بشكل موسع، وليس التطبيق المخصص اللي نحن عادة الاطباء بتعرفه، انه عندك حالة تمام صعبة بدك تحله. فعليا انت عندك عم تعمل حالة اخلاق اكلينيكية اللي هي على كل مريض بشكل مفصل، عندك اخلاق مؤسساتية انه انت organizational ethics عم تحكي انه كيف كل مؤسسة هي عم تشتغل، بعدين في عندك انت policy ethics كمان انه انت كيف عم تحاول تبعد هالمريض من هذا الفلتر، كيف ممكن تعمل تنظيمات تحميه بالمستقبل. يعني فصراحة اللي عم تعملوه انتم هو في صميم الاخلاق الطبيه، ولكن بالمستوى الاوسع اللي هو فعليا غير متعارف عليه عند الطبيب العادي اللي هو بيمارس بشكل يومي، يعني هذا مستوى اوسع، فبحييكم على هذا الشيء. طلال، جوابا لسؤالك، نعم في بايس باتجاه للاسف المرضى، مو بس الكبار بالعمر، ولكن المرضى اللي هن عندهم موارد قليله، وخاصه المرضى مثلا اللي ما عندهم سكن، اللي هن هوملس، للاسف في بايس او تحيز شديد ضدهم، لانه في كثير ناس تعتبر انه هن عملوا بحالهم هذا الشيء، مثلا ممكن يكونوا كحوليين، ممكن يكونوا مدمنين، ممكن يكونوا اي شيء. في ناس مثلا بتعتقد انه هن ضحايا من المجتمع، مشان هيك ضحايا المجتمع هو لعب دور بوصولهم لهذا الشيء، مشان هيك هن بيكونوا بيحبوا يساعدوهم اكثر. وفي ناس بتقول لك لا يا اخي، انا المجتمع النظام الصحي تبعي اساسا منهك، وهدول هيك هيك رح يكلفوا اكثر، فانا لازم يمكن اتجه للناس الثانيين. هلا انا من الناس اللي ما بتايد هذا الراي، لانه بعتقد اذا نحن اعتبرناهم ضحايا مجتمع، وهن فعلا مرضى، لانه الادمان هو مرض، والفقر هو صراحه يعني مو دائما الشخص بيكون مسؤول عنه بشكل مباشر، ممكن يعني هي كمان ضريبه مجتمعيه. فمن بالعكس انا شايف انه هدول الناس لازم تجيهم موارد اكثر، لانه في حال عالجت هدول الناس وفعلا منعتهم مثل ما قال الدكتور ياسم انه يرجعوا على المستشفى ويستهلكوا موارد اكثر، فانت بتكون فعليا امنت موارد اكثر للناس الثانيين اللي انت اساسا بدك تطلع عليهم، اللي انت الناس المتحيزين هن متحيزين باتجاههم وليس ضدهم. ولكن وجود التحيز بهذا الشيء صراحه موجود. انا هون عم اقول لك بالنسبه لنا بالولايات المتحده صار في لفتة أكثر باتجاه هل البوبوليشن أو هاي الفئة المجتمعية بآخر 4 أو 5 سنين أكثر من اللي أنا كنت بعرفه أو شايفه من قبل. يعني هلأ أنا يمكن أنا صار اليوم بأمريكا شي 10 11 سنة، ما لاحظت هذا الشيء بقدر ما لاحظته بآخر 4 أو 5 سنين، وخاصة لما أجى الكوفيد كتير كشف من العيوب الموجودة كانت بالسيستم اللي كانت مغطاة بالسيستم الموجود عندنا. إجا الكوفيد كشفها بشكل كبير، لأنه أول ناس عانت من الكوفيد هن هدول الناس، فاضطرينا كمجتمع صحي نحن نبلش فيهم. حقيقة إذا بدنا نطلع الخطأ اللي أنا بتفق معكم مع ياسر تماما، إذا كنا عم نتعامل مع المسن على أنه هو رقم، أنه هو شخص بيكلفني كثير وبالتالي أنا بدي أتخلى عنه، هذا قولا واحد خاطئ. بس إذا نتعامل مع الحياة الإنسانية، هذا إنسان مثلي مثله وهو بحاجة للعلاج لكامل العلاج، صحيح، بس أنا ممكن أحجب عنه العلاج أو نقص عنه العلاج بمبدأ بالمبادئ الأخلاقية اللي عم نتبعها، أنه أنا ما بدي أظلمه
ما بدي انا ازيد من مده حياته على حساب الكواليتي. مثلا انا بس مده بعمره وهو بحياه نوعيه حياه سيئه، حياه معتمده على الاجهزه، واللي هو كل كورسنا معتمد، يعني هو الكورسنا عم ندرسه او عم نعتمده هلا، هو لانه نتعامل مع هالحالات. واللي هلا ياسر ربما يعطينا امثله حقيقيه انه انا بكثير احيان بالتداخلات تبعي انا بيطلع، انا بيطلع على الكواليتي ولا على الكوانتيتي، بيطلع والله ضيف مده حياته هو عم يعاني، ولا انا لا خليه يكون مرتاح وخليه يكون باخر ايامه هو السفر خلينا نقول المعاناه قللها. فياسر شو هو تجربتك العمليه يوميا بهذا الموضوع، مقارنه الكوانتيتي فيرسس الكواليتي، اطاله الحياه مقابل نوعيه الحياه، خلينا نقول معنى الحياه، هو فعلا سؤال ربما مو سهل الاجابه عنه. تفضل تمام، هنا فهمت ياسر. عليك. هلا بشكل عام الطب قبل وجود اختصاص طب الشيخوخة كان مركز على الاهتمام بالحياة، بمعنى الحياة، إطالة العمر قدر المستطاع بدون ما نفكر شو نوعية الحياة. بشكل عام. ولهلا الأخصائيين من غير الطب المسنين إجمالا عندهم هذا الإحساس إنه هن لازم يعطوا مريضهم كل شيء موجود، بغض النظر عن الآثار الجانبية، بغض النظر عن حتى عن رغبة المريض نفسه، إذا عم بيقول لهم إنه أنا اليوم شبعت وما عاد بدي تعطوني أكثر. طب الشيخوخة كاختصاص غير هذا الوضع. كمان طب الشيخوخة هو طب اختصاص حديث بفرنسا، يعني أنا كنت يمكن من ثاني أو ثالث سنة من اللي الناس بيعملوا اختصاص أمراض الشيخوخة بفرنسا، يعني اللي مدرسيني ما هن كانوا أخصائيين أطباء شيخوخة، هن كانوا أطباء مهتمين. اختصاصيين وعملوا بعدين اهتمام بطب المسنين. فالاختصاص غير، وفي خلاف نحن بين أطباء المسنين بشكل عام بالذات، أنه هو اختصاص كثير اختصاص مشافي، انه هل منطقي انه يضل هو اختصاص مرتبط باقسام معينه، ولا لازم تنعاد دراسه المشفى كلياتها بحيث يتحول الاختصاص لاختصاص مشفى يشمل كل الاختصاصات الثانيه؟ لانه اليوم في نقص مثلا، يعني في نقص للميزات اللي بيحملها الطب المسنين للطب القلبيه، للقلبي، الاقسام القلبيه، الاقسام العصبيه مثلا، اللي او دي بيكون عندها امراض، بيكون عندها اكبار بالعمر بس بيتعامل معهم بس اخصائيين، يعني بيتعاملوا معهم عبر مرضهم حصرا، بينما الطبيب المسن بيتعامل مع المجمل كامل الجسم تماما. كامل. وهي اساس طب المسنين بفرنسا وكل العالم، يعني اساس طب طب المسنين هو بسموه التقييم الستاندرديزي، يعني المستند الى معايير. جميل. ايه، فالجزء بما يتعلق يعني اليوم اللي صار عن جد انه هو صرنا نسمع للطبيب، للمريض المسن، فتفضلت بشكل كبير، يعني انعطى اهميه اكبر لقراره، وصاروا يفهموا انه مهم انك تحسب هل الاختيار الصحي العلاجي اللي عم ناخده هل هو اختيار صائب بهالحالة ولا لا، بغض النظر على أنه هو معروف أنه هو اختيار صائب بكل الحالات الأخرى. تمام. فبحالة هالمريض فالمقارنة بالذات لو عملنا هذا الشيء حينبسط أكثر، حيتحسن تماما، الكواليتي اوف لايف تبعه، ولا حيصير فالمقاربة الفردية كثير مهمة صارت بطب المسنين. هلا بالمشافي المقاربة إجمالا أسهل، لأنه المريض داخل لسبب معين وداخل لعلاج، بينما وقت بالمنزل في مشكلة كثير كبيرة هي بتعرض إلى الطبيب، هي المريض يلي بيرفض المشفى بده يتعالج بالبيت أو بده يعيش بالبيت. أو بده يعيش في البيت، وممكن يرفض الطبيب بكل بساطة. تمام. كثير من الناس اللي عندهم أمراض ما غير، يعني ما عندهم متابعة صحية دائمة، إذا ما في مرض يستحق إنه تجديد وصفة كل 3 شهور ممكن يكون ما بيشوف طبيب أبداً. صحيح صحيح. هالحالات هي اللي بيكونوا هن ناس كبار بالعمر، انا وقت بحكي كبار بالعمر يعني عم نحكي فوق 80 بال90 حتى، في ما انا عندهم سؤالي لك، نحن ربما حكينا بالحلقه شو تعريف المسن اصلا بالطب الحديث 2024 و23، نحن ربما من 10 سنين انا بحكي لك قصه بتضحك، بس خليني جاوبني على سؤالي، نحن شو تعريف المسن اصلا بالطب الفرنسي حاليا بالمعايير تبعكم؟ الالدر. بالمجتمع بيعتبر المسن هو فوق ال60، تمام، يعني هذا رقم قديم، هذا رقم قديم كثير.
60 65 هي العمر اللي بيفتح المجال للتقاعد وللمساعدات الاجتماعية المتعلقة بالمسنين. هذا قانونا هكذا. قانونا الأقسام، الطب الشيخوخة المشفى تبع المشافي تعتبر انه المريض بحق له يدخل بقسمه اذا فوق 75. تماما تماما، ارقام كبيره. هلا يفرق ومتوسط ميل ولا العمر، في ميل، ذكر ولا انثى، ولا نفس لا العمر كله مثل ذكر؟ بعض، نفس العمر نفس الشيء. ومتوسط العمر الحقيقي للمرضى يلي موجودين بهالأقسام هن فوق 81 عموما، بين 80 و82. لانه ليش عم بضحكي لك؟ انا بيوم من الايام كان تعريف المسن، ما هو هلا كان 55 سنه. فانا مثلا تمام. من 5 6 سنوات، من 5 6 سنوات كان انا اشتغل بقسم عنايه، وصديقي جنبي انا كان عمري مثلا، انا كنت 39 او 38، هو عمره بالخمسينات او اظن كان عمره 54 او 55 سنه. فانا لما اقدم مريض عمره 55 سنه نفس عمره، انا اقدمه انتنشن يا عم، يعني لغايه الضحك، انه elderly male كذا كذا، يعني مريض مسن، هو يطلع هيك بك انا ماني ختيار ميت شو. تماما. فتعريف المسن تغير كثير هلا بالطب الحديث. انا ماني حافظ الارقام بامريكا مشان ما اعطي ارقام من عالي، بس 75 سنه رقم منطقي حقيقه. ما عاد نعتبر ابو 65 مسن، 65 بيتجوز مره ثانيه بيخلف اولاد، صح ولا لا؟ تماما. لا و75 مثل ما بقول لك هو بدايه القبول بقسم الامراض المسنين، بس المرضى حقيقه اعمارهم اكبر من هيك. وهالشيء كله يعني بيغير كثير من التعامل، لانه انت بتتعامل مع مريض عمره فوق ال 80، حتى اولاده ممكن يكونوا اعمارهم بال 50 وال 60. صحيح صحيح صحيح. فيعني اولاده ممكن يكونوا اوقات كهول هن كمان يعني. طيب لو تحكي لنا حالات دكتور باسل، عفوا دكتور ياسر، لو تحكي لنا حالات او يعني شغلات بتذكرها ربما ديليما من الشيء اللي بتعيشه يوميا او بالفتره الاخيره كمشاركه، لنعرف انه شو الفرق، ربما شويه مميزات المجتمع الفرنسي، لانه انت ذكرت بالحلقه وانا ما حبيت اعقب، يعني خليتها لاخر شيء، انه انتم عموما المرضى الفرنسيين او الشعب الفرنسي على وصفك ما بيحبوا يموتوا بالمشافي، بيحبوا يموتوا ببيوتهم، وهذا شيء تمام. جميل على فكرة، هذا فعلا شيء إيجابي. أنا عشت بمجتمع سعودي حقيقة، أكون صادق معك، بفضلوا المرضى عموما إنه يموتوا بأقسام العناية، الناس لأنه بيعتبروها عيبة إنه أنا متت بالبيت، يعني نوعا ما إنه أنت ما قدمت له، كأنك أهملت الأهل أو أهملت الأب أو الأم، إنه شلون ما أخذته على المشفى. فبهمه، ما بهمه إنه تقدم له العلاجات اللي هي إنعاش وغيره، بهمه إنه يكون بالعناية بآخر لحظاته، وهذا ايوه ربما بتفهمه إنه كعيب اجتماعي، بس هو للاسف ما هو لصالح المريض نفسه، انت عم تطلع على العادات بس ما عم تطلع على المريض نفسه، شو يكون مرتاح او يكون بحاله كومفورت باخر لحظاته. فلو تعقب لنا على هاي النقطه وتضرب لنا امثله من تجربتك اليوميه. بشكل عام مضبوط. بيعملوا احصاء استطلاعات راي عند الفرنسيين، معظم الفرنسيين بيرغبوا انه يتوفوا بمنازل هون، وكل ما زاد العمر كل ما كانت هي الرغبه اوضح يعني. القصه هي كمان ان دور المسنين بفرنسا اجمالا هي مخصصه للحالات الصحيه الكثير تحتاج الى معالج، يعني عنايه طبيه، عنايه تمريضيه بشكل اساسي يوميه. فالناس بالنسبه لها بيسموه انه ما بدي يفوت على مكان الموت. التعبير دار المسنين هو الكلمه اللي مستخدمه باللغه العاميه هي مكان الموت. ف عندهم انطباع سيء عنه، يعني ما السيجما ما بيحبوها بفرنسا. تماما. دار المسنين ما عندنا مثلكم، انتم في امريكا في عندكم درجات مختلفه من دور من الهاوسز تبع هذا، صحيح بينما هون كلهم هاي. اول شيء كثير مكلف، دار المسنين كثير كثير مكلف. وثاني شغله انه بشكل عام مسموعياتهم سيئه، يعني الناس ما بتحب. فهذا رد الفعل هذا بيخلي انه المريض المسن ما بده حتى يحط رجله بالمستشفى، لانه بخاف انه هو بعد المستشفى ما ينعطى يعني حقه ويقولوا له رأسا انه من المشفى على دار المسنين. فاحد المشاكل الاساسيه تبعنا هي انه نحن نروح نشوف دار اشخاص مسنين ببيوتهم بيستحقوا عنايه صحيه بس رافضين هاي العنايه الصحيه. غير انه هن كمان كونهم بسبب عزلتهم ما عندهم مثلا اكسس للانترنت، ما عندهم اكسس للطرق الحديثه للمعاملات. وصار مثل بكل الدول، يعني بفرنسا صار في تسارع شديد اخر فتره انه كل المعاملات صارت معاملات عن طريق الانترنت، المعاملات الورقيه ما عادت فيه. فنهيك بنشوف ناس مسنين
بحالتهم أصعب اجتماعيا بسبب عدم معرفتهم بحقوقهم الموجودة، يعني عدم قدرتهم على هي البلد. ما بيعرف إحدى يدفع الحالات اللي فاتورة كهرباء مثلا، ما بيعرف يدفع ببساطة. إيه تماما، يعني تماما ممكن، يعني في حالات، في مثلا هلا في وحدة شفتها بهي الصيفية عمرها 102 سنة، طبيبة اتصل فينا قال إنه مدام علقانة في شقتها وما عم ترضى تروح على المستشفى. وبنفس الفترة يعني لسه ما، يعني الطبيب من هون سكر التليفون، كانت الجارة اللي تحت عم بتدق، ما نعرف أنا إنه نحن يعني عندنا معلومات عن المريضة، كمان عم تقول لنا إنه جارتنا صار لها كذا يوم ما عم تنزل تشتري غاضة، هي نحن بنشوفها إنه كل يوم تنزل تاخذ درج ولو إنه طويل، يعني هي طابق الخامس بلا مصعد. فهي إنه 102 سنة. بتنزل 102 سنة، بتنزل سبحان الله. لحالها على الدراج وبنشوفها تروح تشتري غاضة وبترجع، صار لها كذا يوم ما عم تنزل. فأكلنا همها ودقينا عليها وقام قالت لنا إنه ما عم تقدر تنزل لأنه رجلها عم تجعها، فصرنا عم نشتري لها نحن الخضرة، بس ما بدنا نشتري لها من جيبتنا، يعني إنه إذا في مجال تشوفوا شو ممكن تساوي. فرحنا دقينا الباب عليها شي نص ساعة تقريبا لحتى رضيت تفتح الباب، لأنه أول شيء إنه أنتم مين، طبيب وليش جاي طبيب وهذا ومدري شو. بعدين دخلنا، السيدة ساكنة بنفس الشقة اللي سكنت فيها مع أمها، فهي شقتها مش برسانتها، كانت تشتغل كمخيطة يعني بدار زرع أزياء خياطة. غريب، يعني هي تشتغل خياطة. فالبيت عبارة عن شقة من غرفتين، غرفة نوم وغرفة جلوس ومطبخ، الحمام التواليت يعني بس موجود على الطابق. هي في شقة في أبنية قديمة فرنسية باريزية، كانت الغرف الطوابق الأخيرة هي للخدم، فهي ساكنة بغرفة من غرف الخدم يعني عملية، فبدها تطلع على الحمام، بدها تنزل يعني درج مشان توصل لعند الحمام، وبدها تتغسل او بدها تغادر على المغسله تبع المطبخ، يعني على تبع المطبخ. فانه يا حلي والله ما خرج، يعني انت قاعده لحالك يعني وهذا، وبتطلع هيك شو عندك مصاري؟ طبعا انت هيك عم توصف لنا الكواليتي اوف لايف اللي هي تماما، ما هو شيء محبب يعني حقيقة، ما يعني بدك انت لا بدك واحد تشوف لا هي عدو. الحاله بتحس انه انت هي المخلوقه حرام يعني. ولسه لتكمل الموضوع اكثر، انه هي عم نطلع بقى معها انه قد ايه عندها مصاري بالحساب، طلع مكدسه مصاري بس ما بتعرف رقم قد ايه المبلغ اللي معها، انه بنقول لها معك هالمبلغ، هي بتقيم لثلاث اصفار الاخرانيه تقول لك يعني عرفت شلون، اضربهم 100,000 يعني المبلغ اللي عم بتحطه. جميل. طب انه فيكي تاخدي خدمات، فيكي مدري شو، لا انا هيك وباكل. وشو بتاكل؟ بطاطا وزبده، هي هي يعني اكلها ولحم بارد يعني ما في فاميلي، ما في ابدا، ما اولاد. انا متزوجه، ما عندها اولاد، ما عندها عائله، عندها اخت بعم اصغر منها شوي يعني، شو 90 بدها سنة تخت وعايشه بغرفه ثانيه يعني، ما لها بباريس اصلا. فهي السيده عم طلع رجلها عندها هبوط بالقدم، بفسر ليش ما عم تقدر تنزل الدرج، يعني مشكلة حادة. مشكله حاده، ما رضيت تروح المستشفى ابدا ولا شكل من الاشكال. شو الأسباب تبعها لما بتروح على المشفى؟ بدها تموت في بيتها يعني مثلا؟ ما انا ملاقي السبب، هي ما اقتنعت انه في سبب لانها تدخل على المستشفى، معقول يكون سببها بكل بساطه مثل ما قلت لك انه هي ما بدها تترك بيتها، I بتقوم ما see. ترجع عليه. I see. فنحن بهي الحاله يعني حسب شو بنشوف الامراض الموجوده، مقيم البيت، مقيم كيف معتنى في البيت، مقيم كيف هي كانت عم تصنف اوراقها لهالوقت، اذا لقينا انه في معطيات تحسسنا انه هون في عتاهه، وبيحس انه تشككنا بقدرتها على انه اخذ القرار السليم، نتعامل بشكل مختلف معه. وقت بنلاقي انه في اسباب تكفي انه نحن لازم نقتنع بقرارها بغض النظر على نحن توافقنا عليه معه، بنحاول نشتغل معها باتجاه اللي هي بيناسبها. بهالحالة وهي شلون اتخذتوا القرار بهالحالة؟ كل شيء قدرنا احترمنا رأيها، وكل شيء قدرنا نعمله هو انه جبنا مثل خادمة يعني تجي مرة بالاسبوع بتدق عليها الباب، تاخذ منها المصاري، تروح تشتغل الغاض، ترجع ترجع لها اياهم وخلص.
تمام مرة في تمام الأسبوع متأكد إنه هي فقط. هالحكي يقدر يخلي يعني السيدة 6 أشهر إضافيات ببيتها جميل لحد ما وصلت لمرحلة إنه صحتها دهورت تمام وعيت ودخلت على المستشفى، وهلا بالمستشفى اتصلوا فينا قالوا لنا إنه عملت كوفيد ونفدت، بس سبحان انه ما الله عاد فينا نقدر نرجعها على هذا، فاقتنعت معنا انه هلا صار لازم تروح هذاك مسني. جميل. فهون انت حاولت بهالحال، احترمت الاوتونومي تبع المريضه قدر الامكان، وحاولت تقدم لها العداله الجستس. يعني انت هي بتداخل بسيط ربما منك حس انه عيد حياتها بشكل جيد، صح ولا انا غلطان؟ فضلنا ناخذ القرار الاقل سوءا لها، ولو هو بالنسبه لنا هو القرار الأسوأ، بس صحيح هي بالنسبة لها هو قرار الأقل سوء. يعني تأكدنا أنه عندها أدوية لتخفف الألم، وتأكدنا أنه عندها قدرة أنها تتصل بالتليفون إذا بدها طبيب أو بدها، بس أكثر من هيك ما فينا أنه نعمل. بحالات أخرى بس في مثلا تعليقات، رجعنا بس خلينا نسمع تعليق من باسل على هالحالة هاي. صراحة، يعني حالة أنا ماني شايف فيها مشاكل أخلاقية كبيرة، ولكن فيها تطبيقات أخلاقية واضحة صراحة للمبادئ الأربعة اللي دكتور ياسر ذكرهم بالبداية. يعني هن عملوا عدالة، وبنفس الوقت هن شافوا البيست انترست تبعها وحاولوا يقرروا يشيلوا ضرر عنها واحترموا الأوتونومي تبعها. يعني حالة تيبيكال ما فيها بظن مشاكل أخلاقية مثل ما قلت، ولكن طبعا تطبيق طبعا واضح. الطريقة الثانية انك انت تحجر عليها وتاخذها من دانا مثل ما بيقول، تشدها من شعرها وتاخذها على المشفى، صح، وهذا الشيء اتمنى ما حدا يعمله لهيك مرضى. نعم. احترم رغبة المريض يا جماعة، احترموا المريضة هيك بدها. وهي كان تقييم دكتور ياسر والفريق طبعا انه هي قرارها، يعني مثل الريزنينج كنا عم نحكي من شوي من الحلقة، انه في عندها اسباب معقولة لاتخاذ هيك قرار، وما كان في حدا ذكرتني كبير عليها. يعني كان في تداخل بسيط انك تجيب لها خادمه، تجيب لها اغراضها وكذا، وهذا الشيء 6 شهور رقم كبير بهالعمر صراحه، زودت لها عمرها 6 شهور انت، وبنوعيه حياه مقبوله. نعم دكتور ياسر، أنت ذكرتني بحالة تم استشارتنا نحن بلجنة الأخلاق الطبية فيها عن مريض كمان نفس الشيء بحاجة إلى رعاية منزلية، فكان فريق الطبي يروح لعنده، ولكن آخر الشيء الممرضة اللي بتسحب الدم اعترضت ما عاد بدها تروح، لأنه لما بتدخل لعنده ما في إلها طريق واضح تدخل فيه من كثر ما في وسخ القمامة وزبالة موجودة. فكان طلب الفريق الطبي وبالذات فريق صاحب الدم، يعني قالوا احنا ما عاد نروح لعنده المريض، انه هذا بعرضنا للخطر، هذا بعرضنا لكذا. فاضطرينا نعم كمان نحكي مع الولايه، واضطرينا نحكي مع العامل الاجتماعي مشان نشوف اذا ممكن على الاقل نامن مصاري مشان يجي شخص بس ينظف للبيت. وحتى عملنا معه كونتراكت اللي هو مثل عقد، يعني صراحة عقد غير قانوني ولكن عقد طبي، انه نحن ملتزمين بانه نحن نجي نعطيك العناية الطبية، ولكن انت ملتزم انك تنظف، ملتزم انك تعمل هذا الشيء. يعني فذكرتني فيه انه احيانا يعني ممكن سبب انه الشخص ما يتلقى الرعاية الطبية اللي هو بيستاهلها او هو بحاجتها هي نتيجة عوامل اجتماعية ما لها علاقة بحالته الصحية ابدا، يعني تماما. للاسف. يعني فهون بيجي دور الفرق اللي مثلكم دكتور ياسر اللي انت هاي بتقوله ده. الحالة اللي شرحتها اللي ذكرتها عن نحن، يعني عندنا أسبوعيا حالة مثلها بفرنسا بيسموها متلازمة ديوجين نسبة للفيلسوف ديوجين، باعتباره كان يعيش ببرميل وما له محتاج لأي شيء من حاجات اليومية. اللي هي ف شو، هي خزن الأغراض قصدك، يجي هلا خزن تمام، الأغراض. فهي متلازمة بيكون فيها 3 أعراض، إنه عدم اهتمام بالمجتمع، وعلاقة غريبة مع المادة، وعلاقة غريبة مع الصحة مع الفرد. ففي حالات بيكون اكستريم إنه عندهم بجمعوا كل شيء، وكونه بباريس إنه ممكن تلاقي زبالة على طرف الشارع بسهولة، فبتلاقي أي شيء ممكن ببيوتهم. ممكن أنا يعني دخلت على بيوت فيهم عربايات تبع السوبر ماركت الكبار، في وحده كانت العفو منكم يعني تجمع حتى الغائط تبعها، يعني تحطه باكياس وتخبيه. يعني في ما احنا دخلنا كان عندها 4 قطط متوفيات، يعني جثث هيك. يعني هي متلازمة الخزن انك تخزن اغراض ما انا لازمة، على اساس شو كل انه شيء بتلزم بالمستقبل. لا، ما بيقدروا، ما في داعي يبرر لك، حتى ما بيبرر لك. وفي منهم بالعكس تماما، بدل ما يجمعوا ما بيستغنوا عن المادة تماما. يعني دخلنا مجال واحد كان ما في شيء بس الكلسون تبعه وبعد كل شيء بالبيت وتختت.
متلازمة الخزن إذا بدك تقولها بشكل أو بآخر، إنك تجمع أغراض ما لها دور أو ما لها قيمة، ربما هي أغراض تالفة على أساس إنه بتلزم تمام. بالمستقبل. إذا بنعتبرها مرض مثل ما عم بتقول، ترى 3 أرباع الشعب السوري مصاب فيها. أنا بجمع كياس النايلون، نايلون بطربها بيحكي أنا بتيجي والعلبة هاي بتضل. هلا هن أنا أقول لك شخصياً، هلا إذا قمت فتحت الدرج تبعنا فيه كياس نايلون صراحة، بنستخدمها إعادة تدوير. بس هي عادة سورية متأصلة، ربما الشعب العربي عنده إياها نوعاً ما صراحة. هلا في احد الاطباء هون بفرنسا متخصصين بهالمجال اسمه جان كلود مانفور، هو يعني اول من وصف المتلازمه بفرنسا وعمل عليها دراسات، بيعتبر انه هي المتلازمه هي نوع من اشكال التطور البشري للحياه، بيعتبرون انه هن احسن من البشر العاديين، انه سرفايفر، انه هن عندهم قدره يعيشوا بالاقل، وعنده نظرة، عنده فكرة يعني انه هو نوع من التطور بالفص الصدغي. جميل. بس يعني هي نظريات، المهم انه عن جد هن عندهم قدرة، لانه اوقات بيستغرب الواحد انه غالبا ما يكونوا يشوفوا اطباء ابدا يعني، وبيصلوا لاعمار كثير كبيرة وحالتهم صحية يعني بتكون متدهورة، يعني ممكن تلاقي عندهم مثلا آفات جلدية وجروح جلدية مزمنة، هي إذا صارت معنا بيومين بنصير نحن معنا فعلا جنجرينا ونروح على المستشفى يعني هذا، بينما هن تلاقي هيك إنه عم بغطيها بنايلون وبكياس قديمة وهيك وسكوتش هذا وما في مشكلة. فهي هذه التداخلات عليهم كثير صعبه، لانه هذا ما نو مرض مثل ما عم تقول، يعني ما نو مرض انه له علاج دواء انه هاي. فباي لحظه انت بدك تقرر انه انا القرار الطبي راح يكون هو احترامه والاستمرار بتقبل هذا الوضع، واي أو لحظه أوفرايد. انت انه انا لازم اعمل عكس ما هو عم أوفرايد. يقرر. أنا تماما. شخصياً إذا أخلاقياً الأوفرايد، أنا هون حآخذ إني يعني أوفرايد، يعني إن أنا الأبوية، إني أنا أجبره على إني أتخلص من الشهادة لما بيكون في أذى عليه شخصياً أو على المحيطين فيه أو المجتمع. فأنا إذا شكيت إنه هذا الشيء حيأذيه صحياً، مثل ما وصفت أنت، وصف كثير سيء لحالات إنه عم تجمع الأوساخ حوله وكذا، فأنا والله العلي من القرار الأخلاقي الصحيح أنا بدي أجبرها إني أغير هذا الوضع بشكل او إيه باخر، حسب القانون اللي بيسمح لي او حسب المعطيات. بس اخلاقيا انا هيك تقييمي، ما اعرف اذا باسل لك راي ثاني. نعطيك إياها هي طلال هلا. تفضل. في اذى يا باسل، في اذى محتمل. في إذا عليها هي ولا على اللي حواليها؟ إذا في إذا حواليها على الناس المحيطين فيها، فأنت أخلاقيا صار لك مبرر. إذا في إذا عليها هي وهي عارفاني بهذا الشيء ومتقبلته، فما فيك تروح أنت تغيره غصبا عنها. جميل. انت المرجع. هلا ياسر شو هون رأيك دكتور ياسر؟ ياسر، شو رأيك أنت امتى بحكي؟ اوفر تمام. رايد؟ امتى هلا اوفر رايد؟ كمان أنا بعمل تقييم حالة بحالتها، يعني أهم شيء هي المقاربة الفردية، لأنه كثير بتفرق إنه هل بلشت الحالة التجميع حديثا ولا قديما. شو الـ يعني المقاربة أول شيء بدها تكون كثير انت عم تحكي تقييمية، كطب شيخوخة، عم نعم تحكي كطب كطب شيخوخة. تجربة. انا اخلاقيا امتى تمام اوفر رايد تمام انك تمام؟ لنصل للمبرر الأخلاقي. يعني أنا عالجت حالات بالشكل اللي أنت قلته طلال، وعالجت حالات بهذا، وما كان القرار معتمد حصرا على انه حجم الاذى. على اوقات مصرف كثير ثانية. اوقات كثير يكون هو بالعكس، هو هدفي مثلا توصيله للصحه، للعلاج الصحي مثلا. في منهم لانه بيكون بيطلع بالاخير هو انه في نوع من السكيزوفرينيا يعني مثلا ممكن يكون موجود يعني، تمام. فانت بتعرف انه السكيزوفرينيا ممكن تفيده بعلاج، ممكن تغير الاحداث يعني. وهذا صار شيء سويته انا يعني، في مريضه كانت يعني اخذناها من بيتها، لقدرنا ندخل لجوا البيت، جبنا الاطفاء دخلوا من الشباك، وانتظرتهم شي ساعه ونص تماما لحتى قدروا يقيموا كل شيء مجمع قفل الباب لنقدر نفوت لجوا على الاوضه. طلعت عم تحكي شعر المخلوقه، وما لا يعني ما في انه في مشكله ابدا يعني، مع انه صار لها يمكن شيء شهر محبوسه ببيتها ما فيها تطلع وما تاكل يعني، عرفت شلون؟ هي ما قدرت اتركها، عرفت شلون؟ بلحظتها ما قدرت اتركها، حسيت انه انا في مرض هون بحاجه انه اعمل له تقييم. حولناها، اضطريت اعمل يعني ورقه انه استشفاء ضد رغبه المريض، وراحت على قسم امراض نفسيه، وبعد قسم الامراض النفسيه رجعت على بيتها، وصرنا عم نراقب بعدين
دوريا ممرضات وهيك تجوا على البيت مستقر الوضع، صار لي زمان ما سمعت عنه يعني بس الصراحة. انت يا ياسر هون ما عملت هذا الشيء لحتى وصلت لقرار اخذته انه هي ما أنا قادره تاخذ قرار على نفسها، الانسايت تماما تبع البصيره تبع مصابه، هي ما أنا عارفه حاله المريضه، فانت ما بتقدر تعمل اوفر رايد الا بهالحاله هي، صح تمام، ولا بس هو غلطان؟ مو سهل كثير، لانه يعني جزء منه هو انه هي معناته انت بشكل من الاشكال فرضت انه يعني قررت انه ما انا ما عاد اسمع له. ايه بس انت ما انت ما هي مره يعني مره ثانيه هون بس التقييم اللي انت عملته ما بعرف بس ايه وافقني ولا لا، انه انت هي انت ما بتعمل اوفر رايد، يعني انت ما بتاخذ قرار غصب عنها الا لما شخصت لها انه في عندها اضطراب نفسي بس والانسايت مو تبع البصيره تبع يعني مصابه هي وانت غير ما قادر عندها تاخذ قرار. أهلية، ما بيكفي، لأنه حالات تانية مثلا في عندنا مسنات كتير شائعة من للأسف بيصير عندهم نوع من البارانويا، إنه هن عم بيسمعوا أصوات ببيتهم أو عم بيشموا روائح غريبة أو من شو كمان. هي حالات ممكن تتعالج، بس هي ما لها سبب بحد ذاته لأني أجبر المريضة على أنها تدخل على المستشفى بغض النظر عن رغبتها. يعني بالحالات تبع هي أكيد بتدخل، يعني بدك تتعامل مع الأربع معايير بشكل دائم. يعني أنت بتقرر إنه هل أنا بهي اللحظة بدي أتجاوز رأيها، هل أنا إذا تجاوزت رأيها بكون عم حسن من وضعها أو ما عم سيء إلها، وهل أنا عم حاول حقق نوع من العدالة بشكل من الأشكال. ممكن اوقات يكون كل الاسباب الثالثه انا ما تهتم، يعني بغض النظر عن هل راح تستفاد ولا ما راح تستفاد وشو رايها ومو شو رايها، يكون بكل بساطه انه شخص مثلا موجود بالبيت وصل لمرحله انه عم بيشمع كتير 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 وفوق ما عنده كهرباء وعم بيشعل شمعه. فهذا هذا هذا يعني حريق من اصل 4 بباريس، هن سببهم الناس اللي بيجمعوا اغراض. فأنا هذا الزلمة ما فيني بغض النظر عن كل شيء في ما أذى بروح محتمل، في أذى محتمل بهالحالة في هي. أذى محتمل صار. تمام. هلا يمكن نحن هون مقاربة عنا بأمريكا شوي مختلفة، يعني دكتور ياسر عن هذا الموضوع. نحن هون تصديقا لحكيك يمكن مشابه ببعض ومختلف بأشياء أخرى. في حال هو فعلا نحن قررنا، الفريق الطبي قرر يعني أنه في خطر محتمل عليه أو على المجتمع، وهذا الشخص غير قادر على أخذ قرارات، فنحن أكيد نعمل اللي أنت عملته تماما. هلا هون يمكن الاختلاف في حال كان المريض ما واضح أنه اللي عم يعمله ممكن يأثر على الآخرين، وما في حالة مرضية عنده تخلينا نحن نسحب القرار الطبي، يعني حتى أو خلينا نشك أنه هو فاقد للأهلية، طالما هو الأهلية عنده كاملة وما عم يقوم بفعل مباشر ممكن يؤدي لنهاية حياته اللي هو مثلا أذى واضح أو انتحار أو تهديد الانتحار أو أي شيء، فنحن ما فينا ناخذ القرار على الأقل حسب علمي هون قانونيا، وإنه نحن نروح نقول لا فنحن لازم نشيل هاي الأغراض من بيته ونعمل أي تدخل ونجبره بس على يا فعل باسل شيء. انت سمعت شو قال لك، انه في عندك باحصائيات في فرنسا انه عندهم واحد من اصل 4 حرائق سبب أها، هذا، فهون عم يشغل فأنت شمعة جنب. شايف تماما. تمام أنا مشان هيك أنا ابتديت بالحديث تبعي إنه ما في احتمال خطر على الآخرين كمان. تماما تمام هلا هذا النقاش بذكرني جدا بنقاش الماسك تبع كوفيد بالصحه صحيح العامه، صح؟ في خطر صحيح على الاخرين، فنحن هون وقتها عملنا اوفر رايد للمجتمع كله. صحيح صحيح، اجبرنا الناس ضد رغبتها تحط الماسك، كان في ناس بالعصاية ياخذوا الماسك. تمام. جميل جدا يا سيدي، والله انا مسرور جدا، تجاوزنا الساعة. بتحب تشاركنا بشيء ثاني ولا ننهي الحلقة؟ لا، ما هي بشكل أساسي الفكرة بالأمراض المسنين إنه أنت عم تتابع أشخاص عاشوا عمر طويل، وهالعمر عمل لهم تجارب شخصية مختلفة جدا، وصعب إنه الواحد يقارب الأمراض عندهم من منطلق المرض بحد ذاته، وكما لو كان إنه هو يتصف المرض الفلاني بالأعراض التالية، لأنه ضمن أعراضهم رح يكون جزء كتير من حياتهم الشخصية موجود، غير انه في العائله بده تدخل بالحسمان، غير انه الوضع الاجتماعي المادي الرغبه الشخصيه. مو ضروري الواحد يعتبر انه كل المسنين بيطلبوا الموت، ولا ضروري انه لازم كل المسنين يطلبوا الحياه. يعني ف
علي في بحالها. مهم انه ينسمعوا حتى بالحالات اللي هن غير قادرين يعبروا فيها عن رأيهم بشكل أنا واضح. عندي سؤالك ياسر، أنت ذكرت حالات يبدو بتعامل معها كثير هن المسنين اللي ما عندهم أهل، اللي ما عندهم أشخاص بحياتهم، مثل ما هي المسنة هي 102 سنة عمرها مثلا وما في عائلة تاخذ عنها القرار لو غابت عن وعيها. فأنت بهدول الحالات لما بيفقدوا القدرة على اتخاذ القرار، غياب عن وعي أو يعني أسباب تخليط أو غيره، مين اللي بياخذ القرار عن هدول المرضى بتجربتكم الفرنسية؟ في شيء معين ولا نفس الوضع بشكل أطباء هن اللي بياخذوا إذا القرار؟ في وصي قانوني، نحن فيش يعني في مكاتب وصاية قانونية، إذا كان ملحقينه وفي وصي قانوني موجود، طبعا الوصي القانوني بينسأل بس ما بقراره، مو هو إلزامي. قديش نسبتهم بفرنسا؟ نسبة كبيرة من هدول بيكون في وصي قانوني محطوط بحالات غياب القدرة على اتخاذ القرار؟ شائع عندكم؟ إذا لا مو ضروري، ما فيني أقول لك يعني، إذا اكتشف الشخص بوقت مناسب، إيه بيكون موجود. بس اذا بهيك حاله مثلا مثل هي، انه نحن ما عرفنا غير اخر فتره يعني حياتها، فما في يكون. جميل. هي الشغله لها علاقه فبهيك حالة الطبيب بياخذ بالاعراض. القرار، يعني لما غياب العائلة هيك والمريض غاب عن وعيه أو غاب هيك وما في عندي أي هيك وثيقة قانونية لا بتحدد شو هو رغباته، لا، فالطبيب هو بياخذ القرار مش عن حاله مطلوب بأنه مطلوب غياب من القرار، تمام، مطلوب من الطبيب انه يسجل بالاضباره انه هو حاول بكل الاشكال ياخذ القرار الشخص، ويسال عن طريق المعارف، اذا في معارف اصدقاء، انه يحاول يعرف انه هل هي مثلا، هل هالشخص قايل مثلا انه انا بدي عنايه ولا ما بدي عنايه. اذا ما لقى معلومات بحط انه نحن اخترنا هذا القرار بناء على احساسنا بانه هذا هو الانسب لتخفيف الالم او لتحسين الاعراض او غيره. بس في عندنا هالشيء بامريكا بتصير هالحالات؟ انا ما شفتها صراحه، انا لهلا ما شفت شخص هومليس او انه وصلنا لمرحله انه الطبيب اخذ القرار عن المريض بحال غياب وعيه، انه ما في اي مثل هي الحاله اللي عم يحكيها ياسر. ما بظن، ما انا على حالي، عن حالي ما شفتها صراحه. دائما بيكون في فاميلي ممبر هو بياخذ القرارات. شفت شيء انت يا باسل نعم بكونك تشتغل نعم نعم الموضوع؟ شفت صراحة، لما بيكون ما في شخص آخر يأخذ القرار، فخاصة بالحالات الإسعافية الطبيب بياخذه. هلأ بالحالات الطويلة الأمد، إذا ما في شخص ممكن الطبيب يأخذ القرار بشكل مبدئي، ريثما المحكمة تحدد وصي أو شيء. في حاجة للمحكمة دائما؟ مو ده هلأ صراحة يعني، يعني إذا انت عم تحكي يعني عن مريض على منفاسة، خليني اقول لك اياها، وهو وصلنا لا لا لا، فيوتايل كير. مو دائما مو دائما فيوتايل ممكن كير هو ما نوع عم يموت حاليا، هو بمرحلة انه نعم فيوتايل كير برأي الاطباء، وحاولنا نلاقي عائلته ما لقينا. انا صراحة ما نعم شفته هون بامريكا، اذا شايفه انت. ما انك مضطر تروح على المحكمة صراحة بهيك حالة، ممكن الطبيب ياخذ قرار. تماما. هلا ايمت نحن بنروح على المحكمة؟ حسب صراحة قوة الفريق القانوني عندك في المستشفى. اذا انت احد الاشخاص، صار مثلا بعض الناس قالت لك هذا فيوتال، هذا مانو فيوتال او كذا، او احد I see. الاطباء قال لك كذا، احد الاطباء قال لك انا ماني مرتاح انه اعمل هذا الشيء، بدي قرار قانوني، بدي وقت المحاميين ممكن يعملوا هذا الشيء. يعني لما ولكن يصير خلاف عادة طبي، يصير خلاف طبي. نعم، او لما بيكون الطبيب حذر جدا، او لما بيكون البوليسي تبعت المستشفى بتقول لك انه، هلا عاده في كل المستشفيات الكبيره، المستشفيات الصغيره وضع شوي مختلف، المستشفيات الكبيره بيكون في عندها بوليسي محدده انه الشخص اللي ما عنده وصي قانوني او اللي ما عنده كذا، ولازم تنتهي يعني، وصل الفريق الطبي لنهايه انه هو لازم ياخذ قرار عن نهايه الحياه. عادة ممكن يكون تم استشارة السي ام او مثلا بهذا الموضوع، بده طالما تم تبليغه او استشارته بياخذوا القرار، او احيانا ممكن يقولوا انه نحن يعني بدنا نضطر نروح على المحكمة، يعني بترجع كل حالة خاصة يعني. انا عم بحكي عن تجربتي اللي هي محدوده نوعا ما، ماني شايف كثير هدول، ما شايف، ماني شايف حالي انه ما غابت العائله تماما وغاب المريض ما قادر على اتخاذ القرار. ياسر، ربما سؤال اخير قبل ما نختم الحلقه، شو وضع الاقليات عندكم؟ طب الاقليات، انتم في فرنسا في جزء مهاجرين كثير، هل في لهم خصوصيه؟ هل عندهم ربما هدول، يعني صراحه هدول عموما بامريكا عم بحكي مثلا، بيكون ثقتهم بالنظام الصحي قليله، انه بيخافوا انه الاطباء او العنصر الابيض، خلينا نقولها صراحه، انه ما بده يقدم لهم الخدمات الطبية، وبالتالي بيكون دائما بيطلبوا كل شيء، ما بيوقفوا عن شيء مهما حاول الطبيب يقنعهم انه هاي فيوتايل كير. بيخافوا انه انت، يعني بيتم في عندهم دائما عدم ثقة. هل هذه مشكلة موجودة عندكم بفرنسا؟ لا، بشكل عام مشكلتهم هي إنه ما في ناس ثقة، بس شكلتهم ما عندهم اكسس مثل الباقي يعني. المناطق اللي ساكنة فيها الأقليات بشكل أساسي، ما في نقص هائل بعدد الأطباء والمشافي فيها،
ففي نوع من يعني نقص من العدالة الصحية معهم. بس بشكل عام هن وقت بيكونوا بالمشافي إجمالا ما في مشاكل معينة يعني. والطاقم الطبي والطاقم التمريضي معظمهم أبناء مهاجرين. بيكون هن يعني بس لما بيقول له الطبيب انه نحن وصلنا للفيوتايل كير ما عاد فينا نقدم شيء، بيثق بالطبيب او ما بيشكك بانه هذا الطبيب يعني حابب لا ينهي ويخلص، لا ما عنده لا ما عندكم هالمشكله. لا فنحن عندنا لا اياها، لا ترى نحن للاسف عندنا اياها مشكله بالافريكان امريكان صراحه، لانه في ظلم مجتمعي عمره مئات السنين فلحد هلا اثاره موجوده حقيقه. وللاسف ربما باسل بدي على هالنقطه اكثر نختم الحلقه فيها، انه عندنا نحن الافريكان امريكان بخافوا لهلا موجوده عنده انه ما بدنا نعالجهم لانه هن الافريكان امريكان لانه هن اقل، ما وهذا بيهمنا. الشيء بيخلي انه بيوقع الطبيب بديليما. طيب نحن يا اخي والله انا عم اشتغل ضميري بس ما بيثقوا، بدهم كل شيء يتقدم. مزبوط يا باسل ولا غلطان؟ صحيح انا شفتها صحيح، بعده هي ولايات حقيقه. صراحة بكل الولايات حتى أكثر الولايات تحررا في عندهم هاي المشكلة، في عدم ثقة من المريض اللي بينتمي للأقليات، وخاصة مثل ما قلت هلا احنا مو الأفريكان اقليات، أمريكانز الافريكان امريكان مو اقليات بس يعتبروا مظلومين يعني. نعم اللي هن دايفرس يعني. في بتحسهم إنه فعلا في عدم ثقة، وهذا أحد الأسباب ليش كانت نسبة لقاحات الكوفيد اللي أخذوها أقل من غيرهم، لانه هن غير خايفين واثقين اساسا، خايفين. بيقول لك نحن اساسا طول عمرنا ما واثقين من النظام الصحي، هلا وقت الحزه واللزه صار بدكم اياه نوثق فيكم ونروح نمد لكم ايدينا وتطلعوا لقحونا يعني. اجى الكوفيد وضح لنا كثير شغلات نحن كنا شايفينها ومطنشينها او اساسا مو شايفينها، ولكن هي احد الامثله عليها. تماما. بأوروبا كلها نفس الوضع كمان هم. جميل جدا. طيب انا بختم مع باسل، ببدا بباسل كلمه اخيره عن اللقاء. ربما الدكتور ياسر اضاءنا عن النظام الصحي بفرنسا وخاصه بتخصصك وطيب شيوخنا. بسمع منك باسل تعقيب على الحلقه كامله. نعم شكرا دكتور ياسر. يعني هلا انا صراحه ما كان عندي اطلاع كبير على النظام الصحي بفرنسا، اللي انا بعرفه انه احنا الاخلاقيات الطبيه الغربيه بشكل عام هي مع يعني قريبه كثير من بعض وكثير متشابهه ولكن تطبيقها مختلف، ولكن شكرا على ايضاحك لبعض التفاصيل خاصه جدا للقطاع الطبي الصحي الفرنسي، اللي انا بعتقد هو اقرب لسوريا بكثير من النظام الصحي الامريكي. جميل جدا ياسر، بدنا كلمة ختام للقاء. شكرا كثير لكم. تماما، هي جزء كثير من التفاوت بالأنظمة الصحية هو طريقة التطبيق والنظام. بسوريا أحد الأشكال النظام الصحي هي النظام الحكومي عن طريق المشافي الجامعية، فنحن في شبه شديد. القطاع الصحي الخاص لساته محدود إجمالا. بفرنسا القطاع الصحي الخاص كمان محدود على العلاجات النادرة أو الانتقائية يعني، فكمان الحكومة هي بالنهاية السبب، المركز الرئيسي يعني للعلاج. والمرض المسنين أو الاهتمام بأمراض المسنين شغلة مهمة أنا برأيي حتى بسوريا، وهلأ أكثر بكثير من قبل، لأنه للأسف مع الوضع الحالي في كثير نقص بالشباب صار، وفي كتير معمرين راح يصيروا بسوريا، بحاجة لحدا من يهتم فيهم ويتعامل معهم كمرضى مسنين، مو بس صحيح كمرضى ومو بس كمسنين. يا سيدي، جميل جدا، جزاك الله خيرا. مشكور شكرا اخينا دكتور ياسر، مشكور دكتور باسل، جزاكم الله خيرا على اللقاء الجميل. ان شاء الله متابع معكم الاخوه المشاهدين والمتابعين، متابع معكم بكورس الاخلاق الطبيه ان شاء الله، متابع بهي السلسله. وحاليا نحن عم نستضيف الضيوف المميزين بتخصصات مختلفه، وان شاء الله متابع معكم بكورس الاخلاق. السلام عليكم. معكم.